نشوفوا شحال عدد الحكام اللي كيمارسوا في البطوله الاحترافيه الاولى. هو بالرجوع للمجريات ديال البطوله الاحترافيه ديال هذه السنه ديال 22-23 وحسب التقسيم ديال الحكام عبر العصاب اللي عندنا 13 العصبه حسب الجهات اللي كاينه 12 الجهه بالاضافه الى كاينه عصبه واحده منفرده نظرا للكبار ديالها هي عصبه الدار البيضاء الكبرى وبالتالي كاينه 13 عصبه اللي كنلقاو في النخبه الاولى كاينه 10 عصاب هي فقط الممتله بالنخبه الاولى بينما 3 عصاب مازال لم تنتج اي حكم بالنخبه الاولى هي العصبه ديال درعا تافيلات العصبه ديال قول ميم ودنون والعصبه ديال الداخله العصب اللي ممتله هنا تختلف حسب الامكانيات ديالها وغادي نشوفوا نوقفوا العدد ديالها لان كنلقاو عصبه الدار البيضاء الكبرى انها كتحتوي على 6 ديال الحكام وكتضم 6 ديال الحكام اللي كيقودوا البطوله الاحترافيه وغادي نوقفوا عليهم هنايا ملي كنلقاو المجموع ديال الحكام هو 28 حكم ولكن هنا كنلقاو مقسمه على 6 ديال الحكام بعصبه الدار البيضاء الكبرى اللي هما السي نور الدين الجعفري السي كريم صبري السي مصطفى كشاف جلال جيد وهما بربعه بهم حكام دوليين زين العلوي منصيف وكذلك عمر شداد العصبة الثانية من ناحية العدد هي عصبة فاس مكناس اللي كتضم 5 ديال الحكام اللي هما سي محمد بلوط جمال بالبصري سعد وريد سليمان العاطفي والحكمة الدولية بشرى كربوبي العصبة الثالثة هي عصبة مراكش اسفي اللي كتضم 4 ديال الحكام اللي هما الحكم الدولي عادل زراق نبيل برقية طارق المتمني والسي محمد البارودي العصبة الثالثة هي عصبة الشرق اللي كتضم 3 ديال الحكام اللي هما السي محمد النحياح يوسف التريكي وهشام التمساماني عصبة ديال سوس ماسة واللي كتضم 3 ديال الحكام اللي هما رضوان جيد يوسف هراوي السي محمد الحويضري عصبة بني ملال الخنيفرة كتضم 2 ديال الحكام اللي هما ياسين بوسليم وحمزة الفارق عصبة الرباط سالة القنيطرة اللي كتضم 2 ديال الحكام اللي هما سمير الكزاز وعبد الرحيم الرخيز عصبة الشاوية دكوالا كتضم حكم واحد وذاكر رداد عصبة العيون الساقية الحمراء حكم واحد هو السعدي الحنفي وعصبة طنجة تطوان الحسيمة حكم واحد هو السي محمد الزرزاي ملي كنجيو هنا كنلقاو عندنا 28 حكم ولكن هذا ما كيعطيناش بان هو العدد هو كاين الكم ولكن من ناحية ديال الكيف غادي نناقشوها من خلال الإحصائيات ديال العدد ديال المقابلات اللي قاد كل حكم باش نشوفوا التأثير ديال كل حكم في البطولة الاحترافية. يعني إلى جينا لهذا العدد الأولي شكلا كيبان لك بأنه عدد كافي أننا نجيريو به البريمير ديفيزيون. أنه مقبول أنه مقبول إلى حد ما إلى كانوا كلهم أن هاد الحكام بحسب المستويات ديالهم متقاربة باش يمكن لهم يقودوا البطولة الاحترافية ولكن ملي غادي نجيو للإحصائيات خالد بالخصوص ديال هذا غادي نلقاو إشكال كبير وغنلقاو فضاعة ديال الأرقام باش غادي نناقشوها باش غادي نطرحوها للمشاهدين الأوفياء. فهنا بالنسبه لنا الحكام يلوحنا لعنصر اخر واللي هو اساسي في المنظومه التحكيميه هو الحكام المساعدين وهنا باش غادي نشوفوها خالد لانه ما دامت انه نقرب للمشاهدين الاوفياء ما دامت انه العصبه ديال الدار البيضاء الكبرى فيها 6 ديال الحكام خص يكون عندها 12 حكم مساعد عصبه فاس مكناس عندها 5 ديال الحكام خص يكونوا عندها 10 ديال المساعدين عصبة مراكش اسفي عندها 4 ديال الحكام خص يكونوا عندها 8 ديال المساعدين يعني كل حكم 2 ديال المساعدين ديالو عصبة الشرق 3 ديال الحكام خص يكونوا عندها 6 ديال المساعدين عصبة سوس ماسة عندها 3 ديال الحكام خص يكونوا عندها 6 ديال المساعدين عصبة بني ملال الخنيفرة عندها 2 ديال الحكام خص يكونوا عندها 4 ديال المساعدين عصبة سالة القنيطرة عندها 2 ديال الحكام خص يكونوا عندها 4 ديال الحكام مساعدين عصبة الشاوية دكوالا عندها حكم واحد خص يكونوا عنده 2 ديال المساعدين عصبة العيون الساقية الحمراء عندها حكم خص يكونوا عنده 2 ديال المساعدين عصبة طنجة تطوان الحسيمة عندها حكم واحد خص يكونوا عنده 2 المساعدين. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.